اوقات كتير بتلاقي نفسك بتاكل كويس وكل العناصر الغذائيه وبتاخد كمان فيتامينز والدنيا تمام والمعادن في جسمك تمام ومفيش اي مشاكل وانت مش مقصر بصراحه في حال نفسك خالص، وبالرغم من كل ده بتلاقي اوقات كتير صحتك تعبانه هفتان، تقول كده بالبلدي بقى بلغتنا كده انا حاسس ان الاكل ما بيمريش عليا، انا كل الفيتامينز اللي باخدها دي ولا كاني باخد حاجه، ده انا كاني بشرب ميه. والحقيقه انت هنا بيكون عندك حق، بالرغم ان انت بتاكل كويس جدا بتاخد فيتامينز وكل الحاجات دي، ولكن انت عندك مشكله اسمها متلازمه سوء الامتصاص. طيب يعني انا باكل حاجه وجسمي مش بيستفيد منها مش بيمتصها؟ طيب ايه الاسباب، ايه الاعراض، ايه العلاج؟ هنعرف مع ضيفتنا المشرفانة الدكتوره مي الامير الطبيبه الصيدلانيه. اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي. الحقيقه ان موضوع ان انا اكل اكل واخد دواء واتفاجئ بعد كده ان مثلا جسمي ممكن يكون مش بيستفيد من الاكل او مش بيستفيد من الدواء، دي ناس كتيره جدا ما تعرفهاش ومش موجوده في ثقافتنا العاديه. خلينا نفهم ايه التضارب، يعني ايه اكل يخلي الدواء ما يمتصش او دواء يخليني ما استفدش من العناصر اللي خدتها من الاكل. تماما، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا نعرف كيف اول شيء الدواء بيمتص بالجسم لحتى نعرف انه هلا الاكل بيعيق الامتصاص ولا لا، او شو يعني امتصاص الدواء ببساطه. انا حبسط كثير المعلومات، حلو قوي، يعني اوقات عايز الطلب في كلمات هيك يمكن غير مفهومه فحبسط قد ما بقدر. ببساطه كثير الدواء لما بناخده طبعا معروف الجهاز الهضمي المعده بتاخذ الدواء او الاكل، فبيفوت على المعده في امتصاص. الامتصاص يا بيصير بالمعده يا بيصير بالامعاء، الامعاء اللي هي بعدين المرحله اللي بعد استقرار تمام. فهو بصير في شيء اسمه امتصاص للدواء بالمعدة أو بالأمعاء، وهذا الامتصاص يعني بيخلي الدواء يروح على الدم بما أنه فموي، لأنه طبعا في إبر بيروح على الدم مباشرة، في تحت اللسان، في جلدي. إحنا عم نحكي هلأ على لما نحكي على الطعام أو الغذاء فعم نحكي على نفس الطريق، طريق الدواء بنفس طريق الأكل اللي هو المعدة، بصير في امتصاص بيروح على الدم بيروح على الكبد. هون بقى لغاية ما يروح على الدم والكبد هو لسه ما عمل أي أثر. بالكبد بصير أكتف بصير فعال وبيروح بعدين طبعا بمستقبلات معينة بتستقبله، بيروح على مكان الخلل اللي موجود بالجسم وبيعالج. لغاية ما يروح على الدم وعلى الكبد بيمر بالمعدة أو بالأمعاء، يا يمتص بالمعدة يا بالأمعاء. بالكبد بصير أيض بصير أكتف وبيروح للدم وبيعالج. بعدين المرحلة الأخيرة اللي هي التخلص من الدواء، يا عن طريق يا أما بيكون دواء بيدوب بالمي أو المواد الكيميائية تبعيته بتدوب بالمي فبينطرح عبر الكلى والبول، أو بيكون ذائب بالدهون الكبد كمان بيعالجه مرة تانية وبيطرح عبر الإخراج يعني عبر الجهاز الهضمي البراز. هاي رحلة الدواء. أيوة حلوة. رحلة الدواء هي نفسها رحلة الطعام بنفس المسار. بالتالي أكيد حيصير في بأماكن معينة تضارب، أكيد حيتقابلوا، أكيد في شيء حيعيق شيء ممكن يعيقه ممكن يزود مفعوله. يعني مو بس ضروري يكون عاقف، هنا لأنه نفس المسار فممكن يصير في تضارب. تمام جدا. طيب هيك قلتي إن أكيد طالما هم نفس المسار يبقى أكيد حاجة ممكن تعيق حاجة، ممكن حاجة ممكن تزيد حاجة. خلينا نتكلم عن الطعام، هل في بعض الأطعمة اللي ممكن تسبب خطورة مع بعض الأدوية أو مع بعض الأطعمة الأخرى ولا لا؟ طبعا أكيد في كتير من الأدوية مثل ما قلت ممكن تعيق الامتصاص وبالتالي الدواء ما بيعطي مفعوله، خاصة ما بيكون دواء مهم لأمراض مزمنة مثل أمراض قلب أو ضغط أو أمراض التهاب، مثلا بيكون مضاد حيوي في التهاب فلازم إحنا الدواء ناخده، يعني أنا مكمل غذائي هو دواء بيعالج أمراض خطيرة، إذا كان في إعاقة لهذا الدواء فبالتالي المرض ما حيتعالج حيتفاقم، ممكن يزيد من مفعوله يعني يخلي مفعوله الدواء نفسه زيادة، مثل مثلا أدوية الكوليسترول. أدوية الكوليسترول بياخد دم عشان تنزل الكوليسترول بالدم ببساطة، هي هيك تعمل. طيب لو أخذناها مع عصير حامض مثل البرتقال أو الليمون بيزيد مفعوله، مو بيعيقها بيزيد، فبالتالي الآثار الجانبية تبعت أدوية الكوليسترول حتطلع أكتر. فهون بيجي الضرر. فما تتخدش مثلا مع بعضها، فمثلا أدوية الكوليسترول قولا واحدة ما بتتخد أبدا مع أي حمضيات، لا برتقان ولا ليمون ولا جريب فروت ولا يعني لأكل ولا عصير، يعني مش بتتخد لا قبلها ولا بعدها، تقصدي بعدها بفترة مثلا؟
يعني على الاقل بده يكون في 3 لـ4 ساعات لغايه ما نتاكد انه دواء الكوليسترول فات على الدم وخلص يعني بعد عن المنطقه الهضميه. لما بدنا نشرب بعدين عصير بعد 3-4 ساعات ما حيتاثر فيه، ما حيزيد مفعوله. احنا الحقيقه يمكن الثقافه دي مش دارجه عندنا قوي، واحنا عايزين نعرف منك بقى دلوقتي اكتر الحاجات اللي ممكن يحصل فيها تدخلات دوائيه. يمكن احنا مثلا نسمع عن الحديد والكالسيوم اكتر حاجتين الحامل بتاخدهم، ولكن ساعات كتير تلاقيها في اخر الحمل لازال عندها انيميا وانيميا حاده ولازم تاخدها حقن او تاخدها امبولات. طب ما طول الحمل كانت بتاخد ليه اصلا المشكله انها كانت بتاخد الكالسيوم مثلا مع الحديد؟ فقول لنا بقى ابرز الحاجات اللي بيحصل بينهم تداخلات بالشكل ده من الاطعمه او الادويه. نعم مثل ما قلت الكالسيوم والحديد. هلا على فكره ممكن مو بس المكملات، يعني ممكن هي تكون عم تاخد كالسيوم بوقت والحديد بوقت، بس تكون عم تشرب حليب، تكون عم تاخد جبنه أجبان. مثلا ده مشروع عندنا في مصر جدا، احنا بناكل الفول ونشرب جنبه كوبايه الشاي، فكل اللي خفيف في الفول الحديد بيساعدك بالشاي والشاي خلاه ما يدخلش الجسم. بالضبط. يعني اوقات نوعين من الغذاء مثل ما قلتي، في واحد في غني بالحديد وواحد في كافيين او بيكسره ما بيخلي. نفس الشيء الحبوب. هلا هي اذا تاخذ اي حدا عنده انيميا او نقص حديد او حامل مو بس تبعد عن مكملات الكالسيوم، تبعد كمان عن الاكل الغني بالكالسيوم. اذا تاخذ الحديد يعني تباعد بيناتهم. في كثير طبعا اغذيه بتتعارض مع ادويه، مثلا الاغذيه بتحتوي على بوتاسيوم عالي. معظم الفواكه فيه بوتاسيوم، موز فيه بوتاسيوم عالي. نعم هذا البوتاسيوم مثلا مع ادويه الضغط، لانه ادويه الضغط هي بدها تعدل لك الصوديوم والبوتاسيوم. لانه يعني سواء كان اللي عنده انخفاض بالضغط او عنده ارتفاع، غالبا طبعا اللي عنده ارتفاع عم ياخذ دواء لينزله، هو عم ينزل البوتاسيوم، وانت عم تاخذي غذاء عم يزود البوتاسيوم، فبالتالي هون الدواء ما عم يعطي مفعول. انا هو عم ينزل وفي شيء عم يرفعه بنفس الوقت، هو بيعيقه هون. فمثلا اللي عندهم بيعانوا من الضغط يفضل انه ما ياخذوا دواء الضغط مع الفاكهه، يبتعدوا عن الفاكهه. تمام. طيب احنا عندنا نزلات البرد، لما بتلاقي حد بياخذ دواء لنزله البرد يقولوا له ايه؟ طب معلش ابعد عن البرتقال او اليوسفندي او الليمون او اي حاجه من الحاجات دي وانت بتاخد الادويه بتاعت نزلات البرد. فتلاقيه مش مقتنع، ازاي ده هيعزز اصلا من عمليه الشفاء وهيسرع. فيقول له لا طبيا ما ينفعش. هل الكلام ده صح ولا لا؟ صح تقريبا. اي صح، لانه مثل ما قلت معظم الحمضيات عندها في تركيبات بالاحماض، برتقان او جريب فروت او غيره، بترتبط بالمكونات تبعت الادويه. بس مثلا ادويه نزلات البرد ادويه يعني كبيره، خلينا نقول مثلا مضادات حيويه. المضادات الحيويه اذا في التهاب وهو عم ياخذ مضاد حيوي او مضاد فيروسات، اي بيتعارض مع الفيتامين سي، بيتعارض مع كل الحمضيات. اذا بدنا نقول موسع للشعب ممكن ما كثير يتعارض معه، بس موسعات الشعب تمتص بالامعاء. كمان ممكن انه بهي المنطقه الحمضيات تاثر على نقطه الامتصاص، فهي ما بتعمل بلوك وانما بتضعف مفعول الدواء. فهي ممكن مع المضادات الحيويه تمنع تعيق تماما، ممكن تضعف الامتصاص فالجسم يمتص كميه بسيطه منها فما بيعطي مفعول كافي. انت شفتي وانت بتتكلمي والتقرير بيتعرض كان ليكي بعض الحاجات اللي قعدت تكلمي فيها في سوء الامتصاص، وقلتي ان ساعات الامراض المزمنه نفسها هي اللي بتخلي الجسم نفسه مش قادر ياخد كل العناصر اللي داخله له، سواء كان في الدواء او كمان كان داخل له عن طريق الاكل. خلينا بقى نفهم النقطه دي. امتصاص الدواء المعيقات تبعيته مو بس الطعام او دواء ثاني بيتعارض معه، ممكن يكون امراض فسيولوجيه معينه بالجسم، ضعف في المعده، ضعف في غشاء المعده. احنا لما الدواء بيمتص من المعده او من الامعاء بيعبر عبر غشاء، اوقات بتكون المستقبلات فيها خلل فما بيمتص الدواء، يعني ما بيكون الغذاء له سبب. فبدنا نعرف احنا مشان مثلا اذا الدواء هذا ما عطى مفعول، طبيب يبلش معه رحله بحث. هل كيف انت نظامك؟ هل هو فعلا عم يلتزم بالتعليمات؟ عم يلتزم انه عم يباعد مثلا على معده فارغه او لا قبل الاكل او بعد؟ اذا كان عم يلتزم تماما والدواء ما عم يعطي مفعوله، لازم حتى ناخذ بالنا من الارشادات بتاعت الروشيتا، يعني اللي هي النشر الداخليه اللي بتبقى موجوده في الدواء. بالضبط. يعني الطبيب والصيدله لما بيقول لك انه خذه بعد الاكل او مع الاكل، على فكره انه حتى على معده فارغه في ادويه لازم تتاخذ على معده فارغه. لأن انا بصراحه بستغرب لما الدكتور يقول عريق كده على معده فارغه، فانا بقول ده بينزل على المعده، على جدار المعده كده، مش ممكن يعمل مشاكل اصلا او يتعبها من القرح. فده بيخلي بيقلقني انا شخصيا بصراحه. ليش؟ لا
لما بيقول لك على معده فارغه لازم، لانه مع الاكل الاكل بيخلي المعده تفرز انزيمين بيبسين وغاسترين، هدول الانزيمات ممكن ياثروا على بعض الادويه يفككوها، واحنا ما بدنا هلا الدواء يتفكك بالمعده، بدنا اياه يتفكك بالامعاء ويوصل للدم والكبد، فبالتالي مع الاكل مع وجود هدول الانزيمين حيعطل الدواء، فبقول لك لا خذيه على معده فاضيه وخاصه فارغه، وخاصه اذا كان دواء للمعده نفسها او دواء قرحه هذا لازم يتاخذ، ما لازم يكون مع الانزيمات اللي بتفرزها المعده وقت الاكل. كمان في أدوية معينة تعطل تماما، يعني ما بتمتص أصلا بتطلع إذا كانت مع الأكل، لأنه مثل ما قلت المعدة لما بتفرز الإنزيمات بتاخذ هي الأدوية وبتطلعها هي أصلا ما بتمتص. طبعا في أدوية بتعمل قرحة اللي هي المسكنات وكسرتها كمان، نعم، وخاصة المضادات الالتهاب غير استرويدية منها الايبوبروفين والنابروكسين وغيرهم هدول والفولترين، هدول كلهم بيأثروا، هاي العيلة كلها بتأثر على المعدة، فبيقول لك انه لا لازم تاخديها على معدة مليانة، ومع ذلك فمويا هاي الحبوب لانه بتعمل قرحة فلازم تتاخد على معدة فاضية، مفعولها ما بيوصل 100%، يتأثر مفعولها، لذلك اوقات الطبيب يوصفها ابر. إبر مباشرة على الدم. ليه؟ لأنه ما بنقدر نعطيها على معدة فارغة، لأنه بتأثر على المعدة بالزبط. ومع الأكل بيخف مفعولة. فإذا هالمفعول البسيط أثر على الجسم وسكن تمام، إذا ما أثر بحاولك دغري على إبر ديكلون أو إبر المسكنة. طيب أنا أعرف منين إن أنا عندي متلازمة سوء الامتصاص؟ هل في أعراض هتبان علي علشان تعرفني وبالتالي أروح للدكتور بقى أشوف أعمل إيه؟ نعم، الأعراض إنه أنا ما عم بستفيد عن هذا الدواء، لما باخده أنا أسبوع أسبوعين وما عم استفيد، الالتهاب مع الحديد عم يضله ناقص، عندي هشاشة بالعظام، مع الأدوية ما عم تعطي، أدوية الكوليسترول ما عم تفيدني، أدوية الضغط والسكر مثلا ما أنا يعني ما أنا ثابتة، هلا لما الدكتور بيقرر أدوية خاصة مثلا أدوية القلب مثلا المميعات الوارفرين بفترة معينة بده يراقب لك تعي راجعيني لحتى يعرف تأثير الدواء، انت عم تاخديه بطريقة مضبوطة، في شيء عم يأثر ولا لا، الامتصاص الاستقلاب تمام، إذا ما عمل مفعول معناها في شيء، في شيء بالجسم مشكلة. في شيء عم يمنع من امتصاص هذا الدواء. طبعا في أدوية بنعرف انه هي بتمتص بالمعدة، بنعرف انه قبل الأكل ولا بعد الأكل، في أدوية تمتص بالأمعاء نفس الشيء كمان احنا بنراقب انه هذا عطى مفعوله ولا لا مع الإخراج، في أدوية على فكرة حتى بالتهاب المسالك البولية إذا تغير لون البول بيتأكد الطبيب انه عطى مفعول، بيراقب في الالتهابات معينة بيراقب الدواء إذا تغير لون البول. يعني في مؤشرات. ففي مؤشرات إنه الدواء عمل مفعوله فعلاً وراح للكبد وفات على عمل نقطة التأثير اللي بده إياها ولا لا. طيب الحقيقة من أبرز النصايح واللي دايماً الدكاترة والصيادلة ينصحوا بيها هي شرب كوباية مية مع الدواء. ناس كتير تقول انا مثلا بستسهل اشرب عصير، باخدها مع الشاي، باخدها مع اي مشروب انا باخده، عايزين نفهم بقى ليه المايه تحديدا افضل حاجه وكوبايه تكون حلوه وكده يعني محترمه زي ما بنقول تتاخد مع الدواء، اشمعنى المايه؟ لانه المي البي اتش عنده متعادله، يعني عامل الحموضه والقلويه والكلام ده، لانه في ادويه بتتفاعل مع الحموضه، يعني احنا لما نكون هي مثلا بالمعده بتمتص معناها هي بتتفاعل مع الوسط الحمضي ونحن بدنا اياها تتفتت بالمعده وتتفاعل مع الوسط الحمضي بيزيد مفعوله، واذا كانت لا مع القلوي بتكون هي امتصاصها بالامعاء. لما تفوتي فاحنا عارفانين القلويه البي اتش للمعده والبي اتش للامعاء ومرتبين الدواء على هالاساس، لما يجي تدخل بقى عصير بي اتش عنده الاحماض زايده ولا ناقصه في اختلاف بالقلويه والقاعديه حياثر اكيد على الدواء، فبالتالي المي لانه هو نورمال ما في البي اتش عنده ولا قلوية فهو افضل سائل حتى يساعد انه الدواء يتحلل. طبعا حبه الدواء اوقات بتكون الاكتيف انجريدينت او الماده الفعاله بتكون كتير بسيطه قليله كتير، فصعب انه نعملها بكبسوله، في الكبسوله بيكون بقلبها مواد ثانيه غير الاكتيف انجريدينت، في بقلبها نشا، بقلبها يعني حتى نقدر نكبرها الحبه او الكبسوله، فبالتالي لازم وسط سائل يفتت هاي حتى يعني يفتت المواد الكيميائيه اللي فيها حتى كل ماده نستفاد كلنا حتى
ناخذ الاستفاده منها. فشو الوسط السائل اللي سيف وما بيلعب لي بالحمضيه والقلويه؟ هو الماء فعلا، هو امن حاجه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالحقيقه هو امل لينا في كل حاجه. بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا دكتوره مي الامير، طبيبه صيدلانيه، شرفتينا وافدتينا كثير.